واخيرا عودة الحياة مرة اخرى، عودة الكرة الانجليزية بكأس الدرع الخيرية بين ارسنال ومانشستر سيتي في مباراة فيها تفاصيل كتيرة جدا تكتيكيا وفيها كلام كتير جدا 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 سواء على سيتي او على ارسنال. في حلقة مليانة، حلقة دسمة، حلقة فيها كلام كتير وحلقة فعلا تليق بعودة عودة التحليل من جديد. فقبل ما نخش في اي حاجة انزل ادينا اللايك الجميل وبعد كده اعمل اشتراك في القناة وفعل الجرس عشان الحلقات اللي جاية تجيلك اول ما تنزل على طول. ويلا يلا بينا نخش في الحلقة. حطني رقم واحد في القصير. اهلا بك يا وجيه في حلقه جديده من قهوه التحليل، وحلقه النهارده هنحلل مباراه ارسنال ومانشستر سيتي اللي مليانه كلام كتير جدا ودسمه جدا. فيلا بينا بالسريع نخش على الحلقه. خلينا نبدا بالبطل النهارده وحامل اللقب هو ارسنال. ارسنال النهارده بدا على الورق 4 3 3 اللي بيبدا بيها على طول ميكيل ارتيتا من ساعه ما مسك ارسنال، لعب رامسديل قدامه جابريل وساليبا على اليمين، بين وايت على الشمال، تيمبر ثلاثي في نص الملعب، بارتي وديكل رويس واوديجارد، قدامه ثلاثه هافرتس كمهاجم وساكا ومارتينيلي. وهافرتس كمهاجم دي هنجيلها كمان شويه قدام واقول لكم ليه هافرتس كمهاجم وهل هافرتس ادي دوره ولا. ولكن خلينا نبدا بالشكل التكتيكي اللي بيلعب بيه ارسنال. ارسنال بدا النهارده بالشكل بتاع السنه اللي فاتت نوعا ما، ولكن السنه دي اتعلم من اخطائه ضد مانشستر سيتي. اتعلم من اخطاء ضد سيتي ازاي؟ السنه اللي فاتت في مباراه تقريبا 4-1 بتاعه الدوري، سيتي كان بيعمل حركه حلوه جدا 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 وضرب بيها ارسنال كذا مره. الحركه اللي كان بيلعبها ايه؟ كان بيخلي رودري وجندوجان ينزلوا لتحت كتير جدا علشان يسحبوا لعيبه ارسنال، وبالفعل كان بيخلي لعيبه الاثنين نص الملعب تشاكا وبارتي في طريقه الـ4-4-2 اللي بتخلي اوديجارد ونكيتيا كمهاجمين، وبتخلي ساكا ومارتينيلي اجنحه، ويبقى اثنين بس في نص الملعب بارتي وتشاكا. حفز الاثنين بتوع نص الملعب يضغطوا على جندوجان ورودري، فبالتالي خلق مساحه كبيره جدا وواسعه جدا لدي بروين اللي هو يستلم فيها كلاعب حر. فبالتالي لما كانوا بيضغطوا الاثنين نص ملعب بتاع ارسنال على الاثنين نص ملعب بتاع مانشستر سيتي، بالتالي بقى الكوره سهله جدا ودفاع ارسنال بدفاع سيتي سواء ستونز او روبن دياز كانوا بيلعبوا الكوره القطريه اللي بتقدر فيها تضرب الخط الاول للضغط والخط الثاني للضغط وتدي الكوره لدي بروينا قدام الخط الثالث لارسنال، وبالتالي بتبقى الدنيا سهله وسلسه على سيتي ان هم يضربوا ارسنال. لكن السنه دي او مباراه النهارده ضد سيتي ميكيل ارتيتا اتعلم من اخطائه. اتعلم من اخطاء ازاي؟ ان خلى الاثنين بتوع نص الملعب اوديجارد وديكلان رايز الاثنين يبقوا مع اثنين نص ملعب سيتي، ديكلان رايز دايما يبقى مع رودري واوديجارد مع كوفازيتش او حتى يقفل زوايا التمرير على كوفازيتش. ده اللي كان بيعمله ميكيل ارتيتا علشان يخلي بارتي يسقط ورا ديكلان رايز ورا اوديجارد علشان ما يخليش الفاريس يستلم في المساحه دي اللي كانت بتتساب لدي بروين السنه اللي فاتت. فبالتالي الفاريس اتعزل تماما هو وهالاند، ما بقوش ليهم مساحه يستلموا فيها لان توماس بارتي واقف ورا ديكلان رايس ورا اوديجارد. حتى لو الكره اتلعبت تمريره قطريه او تمريره عموديه علشان يضربوا بيها الخط الاول والخط الثاني في الضغط، فبالتالي توماس بارتي موجود وقافل الخط الثالث ضرب مفتاح. فسيتي بقى بيحاول يفكر يخرج بالكره دي ازاي. وبالمناسبه ارسنال بالطريقه دي وبالشكل ده كان مميز جدا 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 سواء على مستوى الضغط، وشكله تطور جدا على مستوى الضغط وعلى مستوى استرجاع الكوره وعلى مستوى تقفيل الخطوط او تقفيل مفاتيح لعب سيتي. سيتي كان واقف نوعا ما عاجز او كان بيحاول يخلق شكل تاني او طريقه تانيه تخليه يخرج من الضغط ده بتاع ارسنال. لكن ارسنال عجبني جدا 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 على مستوى الضغط النهارده، ولاعبين كتير كان شكلهم كويس في ارض الملعب. اوديجارد كان كويس، ديكلان رايس اللي كان كويس جدا النهارده لحد ما خرج اللي كان نوعا ما بان بشكل مش مميز في البري سيزون، ولكن النهارده كان كويس جدا ديكلان رايس في مباراه النهارده. توماس بارتي سفاح، بارتي سفاح، بارتي كان بياخد الكوره وبيجري بيها كتير وبيقدر يحافظ عليها، دي حاجه. الحاجه الثانيه بارتي قاطع للكرات كويس جدا 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 جدا، وكمان بارتي كان بيعمل حركه كويسه جدا، كان بيحاول ان هو يقطع عموديا ويخلي ويحرر اوديجارد عشان اوديجارد يستلم ويبتدي يعمل ثنائيه مع بين وايت. وحتى لما كان توماس بارتي كان بيستلم كان بيستلم ورفع الكوره شويه علشان يفتح المساحه لاوديجارد وبين وايت علشان يعملوا الثنائيه ويوصلوا الكوره لساكا واحد على واحد مع مانويل اكانجي. توماس بارتي عامل مباراه كبيره النهارده، وبصراحه برضو لازم نشيد بيه وعمل مباراه كبيره جدا وهو تيمبر. تيمبر ناحيه الشمال انا ما كنتش متوقع ان تيمبر يلعب ناحيه الشمال، كنت متوقع النهارده في ظل غياب
زيتشينكو هيخلي تيمبر ناحيه اليمين وتيرني ناحيه الشمال ويريح بين وايت النهارده، ولكن هو لعب بتيمبر ناحيه الشمال، وتيمبر ناحيه الشمال دي فتحت حاجات كتير. فتحت حاجات كتير من ناحيه ايه؟ ان تيمبر مميز جدا دفاعيا وهجوميا كان حلو قوي. حلو قوي ازاي؟ ان لما الكره كانت بتوصل لمارتينيلي كان بيحصل حاجه من الاثنين، يا اما ديكلان رايس بيسبق جنب بارتي في نص الملعب ويخلي تيمبر هو اللي يخش في انصاف المساحات بدل ديكلان رايس، او الحاجه الثانيه اللي كانت بتحصل ان تيمبر هو اللي بيخش نص الملعب جنب توماس بارتي وبيخلي ديكلان رايس هو اللي يجري في انصاف المساحات وياخد مكان في انصاف المساحات جنب هافرتس وجنب اوديجارد الناحيه الثانيه. فكانت دي شكل كويس جدا لارسنال وفكر جديد من ميكيل ارتيتا. ولازم نيجي بقى لكاي هافرتس. كاي هافرتس مش مهاجم، ودي حاجه عارفينها من تشيلسي مش من دلوقتي. كاي هافرتس النهارده جات له كورتين في المباراه يخلصهم، على الاقل يخلص واحده منها. كاي هافرتس في ظل ان هو مش مهاجم فالفينش بتاعه سيء جدا، التحرك سيء جدا. النهارده كنت عارف ان كاي هافرتس ممكن يلعب كمهاجم علشان ارسنال ما يبتديش ان هو يحضر الكره كتير في نص ملعبه ويدي فرصه ان سيتي تضغطه في نص ملعبه، لا انا هلعب الكره الطويله على طول على كاي هافرتس. كاي هافرتس ينزلها ويبتدي ديكلان رايس يطارد الكره الثانيه، ولكن ده ما حصلش كتير، لان حتى لما كانت لعب الكره الطويله على كاي هافرتس كاي هافرتس كانش بياخدها ولا كان بينزلها ولا حاجه، اللهم في كره او كورتين بس طول المباراه. فكاي هافرتس فكره كمهاجم دي انا ما حبيتهاش. وكاي هافرتس سواء على الفينش مش مميز، كرات طويله مش مميز، اللعب بالراس مش كويس. فبالتالي كاي هافرتس عشان تلعبه كمهاجم عايز تلاعب فريق بيفتح خطوطه، فريق بيضغطك، فبالتالي تلعب في ظهره وتبتدي تلعب على السرعه. ولكن كاي هافرتس كمهاجم ما حبيتهوش، وبالتالي انا من وجهه نظري شايف ان ارسنال محتاج مهاجم حتى على جابريل خيسوس، محتاج مهاجم 9 كلاسيكي اللي هو جابريل خيسوس. بيخرج كتير بره منطقه الجزاء وبيحاول يربط اللعيبه ويربط الفريق ويعمل لينك اب بلاي ما بين نص الملعب ما بين المهاجمين ويفتح المساحه لساكا ومارتينيلي يخشوا يجيبوا الاجوان. ولكن انت محتاج في وقت من الاوقات في مباريات كتيره في الموسم المهاجم نمره 9 اللي يحل لك المباريات الماتشات بكوره او بهدف من نص فرصه. خيسوس مش كده، كافيتس مش كده، وحتى نيكيتيا مش كده. تعال نروح الناحيه الثانيه بقى لمانشستر سيتي اللي كان بيعمل النهارده برضو حركات مميزه جدا علشان يفك الضغط اللي عامله ميكيل ارتيتا وارسنال عليه. زي ما قلت لك ان ارسنال كان بيتغلب بالاثنين بتوعه على الاثنين بتوع سيتي، رودري وكوفازيتش. فبالتالي كان بيحاول رودري يهرب بالرقابه ان هو ينزل ما بين الاثنين مدافعين ما بين ستونز وما بين روبن دياس ويخلي الاثنين كايل جوكر واكانجي الاثنين يفتحوا الخط تماما على الخط ويفتحوا يبقوا اجنحه روح على الخط ويدخل الاثنين برناردو سيلفا جريليش لقلب الملعب. طيب هل الطريقه دي افادت؟ فادت ازاي؟ ان كان بيحاول يسحب الاثنين يسحب ارسنال كويس لمنطقه العمق ويحاول يلعب على الاطراف. الطرف اللي كان بيحاول يركز عليه اكتر هو اكانجي وجريليش بكوره طويله لسواء لاكانجي او لجريليش، وكان بيحاول لما الكوره توصل لاكانجي يسلمها على طول لجريليش ويخلي فيه موقف واحد على واحد ما بين جريليش وما بين بين وايت. اتعملت كذا مره ولكن ما استمرتش بسبب اشياء كتير، اولها ان بين وايت ابتدى يميل عليه توماس بارتي علشان يقف الحته دي واوديجارد ينزل يغطي مكانه في نص الملعب، فبالتالي الطريقه دي ما فادتش كتير. فبالتالي اضطر جوارديولا الشوط الثاني ينزل لاعبين جداد، نزل فودن بدل جريليش، نزل بالمر بدل هالاند، ونزل كمان نص الملعب دي بروين بدل كوفازيتش. فبالتالي عمل بقى غير حاجات كتير، نزل بالمر خلى بالمر هو الوينج اليمين الصريح والفاريس هو المهاجم الصريح، والناحيه الثانيه بقى فودن هو الوينج الشمال، وخلى دي بروين يلعب ادوار كوفازيتش، وخلى برناردو سيلفا ينزل مكان رودري في نص الملعب. طيب هقول لك حاجه، سيتي كان باين ان هو عاجز نوعا ما في الطلوع بالكوره. ليه؟ لان كوفازيتش من وجهه نظري كان بيلعب النهارده نفس ادوار رودري، نفس ستايل رودري، نفس طريقه لعب رودري، فبالتالي ما كانش موجود جندوجان اللي كان عنده ابداع هجومي نوعا ما شويه، وكان بيحل لك اي ازمات في الطلوع بالكوره بفكره هو وبحسه الهجومي او ابداعه الهجومي. ابداع الهجوم ده فقدوا تماما النهارده سيتي في الشوط الاول، وابتدى يصلحه الشوط الثاني لما نزل برناردو سيلفا جنب رودري في نص الملعب وخلى دي بروين يلعب ادوار الفاريس ان هو يستلم في المساحه اللي كان متعود عليها يستلم فيها السنه اللي فاتت، ولكن ده ما حصلش. وفي الجون اللي جابه سيتي حاول يسحب الفريق بتاع ارسنال بان هو يلعب كوره كتير او تمريرات كتير، ولكن ارسنال ما استدركش بدون وفضل يضغط على برناردو سيلفا وعلى رودري بالاثنين بتوع نص الملعب اوديجارد وديكلان رايس عشان ما يخليش الفريق يطلع
لعب الكوره، فاضطر جوارديولا يفك الضغط ده بين فودن ينزل لقلب الملعب، ينزل لقلب الملعب ويخلي دي بروين يفتح الملعب كوينج يمين وينج شمال، وفودن ينزل لارض الملعب عشان يستلم الكوره يفك الضغط. وفعلا بالفعل اول ما فودن نزل لعمق الملعب واستلم الكوره وفك الضغط وخد الكوره ومشي بيها مسافات طويله، لعب الكوره لبالمر على طول الناحيه الثانيه للتغيير. خاطئ جدا من ميكيل ارتيتا ان هو يخرج تيمبر، مش عارف تيمبر بقى هل هو ما كانش جاهز بدنيا او هو ما قدرش يكمل المباراه فاضطر هو يسحبه وينزل تيرني، ولا ده كان تغيير تكتيكي. فلو هو تغيير تكتيكي فده خطا ذريع من ميكيل ارتيتا ان هو يخرج تيمبر في وقت زي ده. وبالفعل اول ما تيمبر خرج من الملعب الجون جه من ناحيه كيران تيرني وتيمبر، فالجون جه في دقيقة صعبة جدا في الدقيقة 77 تقريبا، كرة راحت لبرمير، خطأ من تيمبر مطلقها من 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 تيرني، ما خرجش الكرة بشكل كويس، تروح لبرمير، برمير يعدل على على شماله يحط في البعيدة الجون الأول لسيتي. وبصراحة من وجهة نظري أو أنا كنت قاعد بتفرج على المباراة شفت إن سيتي خلاص حسم اللقب، لأن سيتي بعد ما جاب الجون رجع جدا وعمل ميد بلوك ونزل في نص ملعبه وما قابلش غير من نص ملعبه علشان يدافع، وده الحاجة اللي نوعا ما اتعلم منها بيب جوارديولا، إن أنا لما أتقدم في المباراة أرجع خطوتين لورا مش عيب وأدافع وأحاول أنا أقفل خطوتي عشان أطلع بالمكسب بالمباراة وبالبطولات. ولكن الناحية التانية ميكيل أرتيتا رد عليه بتغييرات كتير، نزل تروزرد بدل مارتينيلي، نزل سميث رو بدل الرئيس، نزل كمان فابيو فييرا بدل كافرتس، ونزل نيكيتيا، نزل تغييرات كتير في الشكل الهجومي علشان يرجع في المباراه، وبدا بيهاجم بناس كتير قوي، تروسارد ونيكيتيا وفابيو فييرا وساكا وكمان سميث رو، ابتدى يضغط بخمسه واوديجارد، ست لعيبه بيضغط على سيتي عشان يرجع في المباراه. وقد كان رجع في المباراه، كوره طويله رجعت تاني وابتدت لا ترجع، كرة تجي لتروسارد، تروسارد بيحط الكوره بتخبط في كانجي وتخش جون وبرجع تاني للمباراه. من وجهه نظري انا اللي يستحق الفوز بهذه المباراه هو كان ارسنال، وفي الوقت الاصلي كمان مش بضربات الجزاء. ارسنال كان مميز جدا 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 النهارده سواء على المستوى التكتيكي او على المستوى الهجومي او التطور الملحوظ اللي شفناه في الضغط بتاع ارسنال، وانا شايف ان اي فريق السنه دي هيواجه ارسنال بعيدا عن مانشستر سيتي هيتعب جدا 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 امام النهارده. في الاول وفي الاخر بكرر شخص واحد هو رايي انا في مباراه ارسنال ومانشستر سيتي، ولا رايك انت في الكومنتس؟ ولو حالك بدك ما تنساش تعمل لايك، ولو اول مره تشوفني اعمل اشتراك في القناه، فعل الجرس عشان الحلقات اللي جايه تجيلك اول ما تنزل على طول، وتابعنا على السوشيال ميديا بتاعتي فيسبوك وتويتر وانستجرام هتلاقي في الديسكربشن تحت، واعمل شير على فيسبوك، ريتويت على تويتر. كان معاكم مصطفى، اشوفكم الحلقه الجايه، سلام.